لماذا ندرس الكهف؟ لو قال لنا قائل يعني ما السبب في أن هذه الدورة كانت في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، لماذا ندرس الفقه؟ ها يا أخوان، من يقول لماذا ندرس الفقه؟ ما تعرف ليش جاي؟ لو واحد قال لك رايح الدورة تقول نعم، ليش يقول؟ هاي الشيخ تمام، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد وبالمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ندرس الفقه. تمام، العلماء رحمهم الله لهم فنون، هذا في الفرائض وهذا في الأصول وهذا في النحو وهذا في القراءات وكذا، صح؟ يقول الناس العوام حتى من غير المسلمين أكثر من ينتفع، أكثر ما ينتفع الناس من ينتفع من عالم يعلم الناس العقيدة، هذا واحد، وعالم يعلم الناس الفقه، هذا أكثر فائدة. نعم نستفيد ممن يعلم الناس النحو ويعلم الناس مثلا أصول الفقه وكذا، صحيح، والقراءات وكذا، لكن أكثر فائدة في من يعلم الناس العقيدة ويعلم الناس الفقه. تمام، طيب، إذن ندرس الفقه حتى تكون العبادة الصحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس فقط الفقه في الدين هذا الفقه، لا، عندنا فقه يسمى الفقه الأكبر، ما هو؟ توحيد، صحيح؟ هو الفقه الأكبر، لأن بعض الناس يظن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني فقط في الفقه لا في العقيدة، لا، هذا الفقه الأكبر، العبادة تنبني على هذا. ولهذا سيأتي معنا الآن، هذا الإمام بن سعد رحمه الله تعالى هو المؤلف، المؤلف رحمه الله لا يستطيع أن يتكلم في أي كتاب من كتبه إلا ولابد أن يدخل التوحيد في أول كتاب، ذكر التوحيد. لو تأتي في أصول الفقه عند المؤلف رحمه الله تعالى، قواعد فقهية، رسالة للمؤلف رحمه الله تعالى، قواعد فقهية، كل ما يأتي عند قاعدة يأتي بمثال من أين؟ من الفقه، هي قواعد فقهية، يأتي بالفقه الأكبر، مفهوم أخواننا؟ أي نعم، مهم جدا. طيب لماذا ندرس الفقه؟ لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لو قال لك قائل كتب كثيرة مؤلفة في الفقه، لماذا يعني اخترنا منهج السالكين؟ ها، من يقول؟ تعرف الشيخ؟ نعم، يقول مثلا كتاب سهل، واضح الألفاظ، مختصر، ذكر فيه المؤلف الأدلة من الكتاب والسنة، واختصر الرسالة واضحة جدا، لا حتى حذف بعض الأبواب عمدا، حذف مثلا الجهاد، حذف بعض الأبواب في المعاملات كذا، صحيح. إذن هذا الكتاب مختصر، وطالب العلم لابد يبدأ أولا بالمختصرات قبل المطولات، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الرباني الذي يعلم يربي الناس على صغار العلم قبل كبار. إذن هذا سبب اختيار هذه الرسالة، ولأن يعني في عندنا إشكالات، والله خلنا نكون يعني صريحين على ما يقال، اليوم عندنا بعض الناس يقول لا المذهبية وكذا، يا أخواننا الإشكال ليس في دراسة المذهب، الإشكال اللي يذكر العلماء هو التعصب، رد الأدلة من الكتاب والسنة. أما أن يدرس الإنسان فقه على مذهب معين هذا لا إشكال فيه. لو تنظر الآن ابن سعدي رحمه الله تعالى، ابن عثيمين، ابن باز رحمه الله الجميع، درس على مذهب من؟ الحنابل، مذهب أحمد. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الأمر درس المذهب ضبط، ثم بعد هذا تحرر عن المذهب، لأنه هو قالوا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحنبلي أولا المجتهد آخر، لأنه ما يمكن تصل إلى الفقه إلا تضبط ضوابط. فعندما رأى، والله أعلم،
ابن سعد رحمه الله، الناس يعني على هذا الطريق، وأنه بعضهم لا يريد دراسة الكتب المؤلفة على المذهب خاصة مذهب الحنابلة، وضع هذا المؤلف، لا تريد تدرس المذهب نعطيك هذا الكتاب. المهم إيش؟ تدرس تفقه في دين الله، أما أن تبقى هكذا، لأن بعض الناس يقول أنا لا أدرس المذهب، طيب أخذ طريق آخر، رجعت إلى الكتاب والسنة ودرست، قال ما أدرس، يعني لا درس المذهب ولا درس الطريق الذي يقول، مع أنه المذهب يا أخواننا في الأصل أحمد من هو؟ إمام أهل السنة صحيح؟ أي نعم يخطئ، نعم يخطئ. طب وهذا اللي يؤلف الآن مثل ابن سعد رحمه الله تعالى ما يخطئ؟ يخطئ. ثم يا أخواننا الآن الدراسة على مذهب تجمع لك أمور كثيرة متفرقة، مثلا نأتي الآن مثلا في شروط الصلاة، قال شروط الصلاة كل شرط من شروط الصلاة عليه دليل من الكتاب والسنة، كل ركن من أركان الصلاة عليها دليل، لكن كيف تجمع الشروط؟ تجمعها في المذهب، المذهب يقول مثلا شروط الصلاة 9 مثلا، فأنت الآن تجتمع لك أمور عندك في المذهب هنا، لا تقبل أي قول إلا بدليل لا إشكال، قلنا الإشكال فقط في التعصب ورد الأدلة من الكتاب والسنة. طيب هذا سبب التأليف أو سبب الدراسة. بعد هذا أخواننا نحن الآن عندنا دورة يومين صحيح؟ لا نستطيع أن نقرأ الكتاب كاملا، لكن ماذا نريد بهذه الدورة؟ نريد بهذه الدورة بإذن الله أننا نضبط الأساسيات في الفقه، نريد نتصور ما هو الفقه. إذا تصورت الفقه هذه الدورة نعمة، الدورة القادمة قليل 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 حتى تحصل على الكثير بإذن الله. طيب